هتطلع، بالتالي ما يكونش التاني عايز عشان يزود بنفسه برضه. هنفضل نضحك على الناس. تديك شوب بقى. الله يبارك فيك. شوي؟ اه يا ريت. بس عاد دلوقتي ريحت، ريحت قوي كتير من بعد العيد، جميع الخضار وبتاع كله، بس دلوقتي مشكلة في اللحمة والفراخ. النهارده كيلو لحمة 95 جنيه غالي جدا، والضاني ب 100. طب مين هجيب اللحمة بالأسعار دي؟ تعال الفراخ النهارده كيلو فراخ البدل ملهاش لازمة، الفريد عشان ياكلها 22 جنيه الكيلو، كيلو عنب ب 30 جنيه، الحاجات دي كلها غالية. جميع الطيور غالية، اللحوم غالية، والأسماك غالية، الخضار رخيص، يعني الأردن كانت ب 5 ب 200 جنيه، البتنجان من 4 و6 ب 200 جنيه، أسعار الخضار في السوق هبطت. هو بس شوية البصل والبطاطس هم غاليين شوية. وهريحه ليه بقى؟ الجديد جاي هخليهم ينزلوا، الأسعار هتنزل. يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء. هو ربنا خلقنا عشان العباد تعذبنا؟ ربنا خلقنا عشان نربي عيالنا على الراحة وعلى الخير، ولا نربيهم على الشر واللي يجري يسرق واللي ينهب واللي يروح؟ نروح فين احنا؟ يتقوا ربنا فينا. الظالم لابد ان هو يرد، ربنا يرد عن ظلمه. نعم؟ رأيك ايه في اسعار الخضار؟ اسعار السوق غالية، يعني انا اجيب شوية حاجات ب 50 جنيه شوية خضار، وما اجيبش حتى اي حاجة، يعني حتى ربع ربع كيلو لحمة او ربع كيلو كبد وقوانص، كلها ليه الحاجة غالية؟ اجيب منين؟ إيه؟ لو الحكومة حطت أسعار لكل سلعة، الراجل اللي بيبيع مش هيتلاعب في الأسعار، يعني ده بيبيع سعر، يعني سعر كيلو السكر ب 8 جنيه، في واحد بيبيعه ب 6 جنيه، كيلو الرز واحد بيبيعه ب 8 جنيه، واحد تاني بيبيعه ب 5 جنيه ونص، مش كل الأسعار، كل واحد تلاقي المحل جنب المحل إيه؟ ده بيبيع سعر وده بيبيع سعر، فلازم يكون في أسعار للحاجات دي كلها، أسعار الفاكهة، أسعار الطماطم، أسعار الخيار، أسعار ده، عمر ما حد هيتلاعب بالأسعار. لكن أنا الشعب هو المظلوم. الراجل اللي بياخد من الحاجه بتروح من واحد لاثنين لثلاثه، من واحد لاثنين لثلاثه، طبعا السعر على مين؟ على الراجل ايه؟ الشعب بتاع اللي هو الغلبان اللي معهوش مختار، بياخد معاش كام؟ انا راجل كنت باخد 4000 جنيه، باخد 1500 جنيه، اعمل بيهم ايه؟ عندي اولاد لسه في الجامعه، اعمل بيهم ايه؟ 1500 جنيه ما ينفعش. اصرف كام؟ انا اصرف كام؟ ولادي يروحوا جامعه بكام؟ مصرف الكتب بكام؟ يعني لسه عندي بنات في سنه اولى جامعه، بيصرفوا كام؟ تاخد كام مصاريف مروح وجاي؟ سكن بكام؟ اكل وشرب بكام؟ نور بكام؟ ميه بكام؟ فدي اسعار غريبه يعني علينا. اول مره تحصل ان الاقي جوافه ب 8 جنيه و10 جنيه لغايه دلوقتي. بلح بلح اللي هو الرمل ده ب 8 جنيه. فين البلح؟ انا عمري شفت احسن كيلو بلح كان ب 2 جنيه 2 جنيه ونص، اقصى حد 3 جنيه. كيلو بلح ب 8 جنيه الرملي والامهات ده ب 5 جنيه. ما ينفعش. لازم احط اسعار، اقيم الحاجات دي من مكانها. سعر كذا مهما عملوا منافذ. واحنا بنجيبها الطاقه اثنين، ما انا بقول لها ما بتتنقل، ايوه ما بتتنقل من مكان لمكان. لا بتيجي لغايه عندنا احنا هنا الدنيا بتولع. يعني انا العربيه بتاخد مني 170 جنيه ماشي. الارضيه بتاخد كام؟ المعلم بياخد كام؟ انت مرات ما انا بقول بتتنقل من مش تحدد لنا احنا التسعيره. لا ما تحددلاش احنا التسعيره، تحدد هناك التسعيره اللي بيبيع للفلاح نفسه. تعال روح شوف الفلاح بيعمل ايه في قلب السوق. بص يا ستي، من الفلاح لواحد لواحد بالظبط كده، من الفلاح للراجل اللي هو ايوه بالظبط، مش اللي في السوق. اللي في السوق ده مطحون زيه زيك. طب ما هو احنا بنقول ربنا يكون في عون الناس زينا. وذنبي انا ايه؟ واحنا ذنبنا ايه؟ ايوه الاسعار كل يوم في الطالع ما بتنزلش. وبصي حضرتك هاتي السوق من الاول اتفرجي، البصل بكام، البطاطس بكام، الرز بكام، المكرونه بكام، كل حاجه بكام، الناس هتعيش ازاي؟ في خلاص بقى ما يلوموش الناس لما تسرق وتقتل وتعمل الحاجات دي كلها، هنعيش منين؟ انا معايا اتنين مش عارفين نصرف عليهم دروس واكل وشرب، هنعمل ايه؟ هما بينتقموا مننا؟ لا كده حرام، كده ما يرضيش ربنا، كده ما يرضيش ربنا. اتفرجي حضرتك، انا لو اداني 50 جنيه في اليوم فعلا زي حضرتك ما قلتي، هعمل هتجيب لي ايه؟ هتعمل لي ايه؟ لما كيلو البصل ب 7 جنيه اجيب نص كيلو مش هيعمل لي حاجه، اجيب ايه؟ في ولاد عايزه تتعلم وعايزه تتربى، هنطلع جيل متاسس ازاي؟
هنطلع جيل متعلم ازاي؟ هنعمل ايه؟ دولت هيعملوا ايه؟ ده المدرسين لوحدهم مصين دمنا، ما بالك بقى الاكل والشرب حضرتك، والتموين بيشيلوا التموين، بيشيلوا كل حاجه. الشعب هيروح فين؟ احنا قلنا هنقف علشان الغلبان، للاسف بقى مع احترامي هم ما جوش في البلد دي غير على الغلبان اللي هو مش عارف يعيش دلوقتي، جم على الغلبان. هنرجع ونقول علشان خاطر وعلشان خاطر؟ لا، مش هينفع، مش هينفع. المفروض محدود الدخل ده هيعمل ايه؟ انا بنزل السوق مش عارفه اجيب حاجه، مش عارفه اعمل حاجه. اتفرجي حضرتك على الاسعار، ولما بتسالوا الناس مش في ناس كتير مش بتقول الحقيقه. بلاش شغال زي